فرج انتقال ما بني خليت ما صارش ذالي عودة لجمعية الأم. اي خويا جمعيتي الأم والمرسى عاد على خير. بون حبوا على 3 سنين هما بني خليت غاديك بصح معهم كونترا جملة وسيمير بن عيسى ما حابش انا وانا بطبيعتي ما نحبش على خاطر بري نحب على بري ما تسلفش نمشي معاهم ان شاء الله. توا هاني نرجع للمرسى ونرجع ترين على روحي وان شاء الله في خير ربي يسهل فيه. الجمهور وقت وقيت باش يلتف مع الجماهير.
وقيت هو قلت وقيت ما حقه من قبل، معناتها جمهور مرسى ديما احنا نحبوه وناس ويزينا من العقوليه في التيران، ويلزينا ماذا بينا نشوفوا جمهور مرسى كيف العاده، ماذا بينا اليد في اليد مع بعضنا باش نزيدوا نقدموا في الكلاسمورا، والجمهور باش يدز معانا وباش يعاوننا اكثر. نصبر عليهم شويه نستناوهم يلعبوا ونكملوا بارتي نتاعنا، ومن بعد اللي عنده حاجه يحب يتكلم مع لي جوار انا موجودين احنا هنا يجي ونقعدوا معاهم. واللي عنده كاين الريونيون البارح شنو الخلاصه؟ معناها الجمهور ظل يقرب من البيرو اكثر. والله يظل لي في تاريخ المرسى يظل لي ولا حتى في الجمعيه تشوفوا الجمهور معناتها قريب، معناتها الرئيس الجمعيه قريب للجمهور نتاعو. والبارح قعدنا معاهم بكل تواضع وقعدنا معاهم وسمعناهم وكل واحد شنو جاوبنا على السؤال اللي حب عليه، والناس الكل ما خرجنا معناتها متفاهمين، واللي ما سمعش اللي يسمع يزيد يقول اللي ما سمعش، وبقدرة ربي نبدأ وإن شاء الله من ماتش من ستير نبدأ ونخدموا على روحنا ونصبروا على الجوارات. فريت حقين استغلينا التريف هذي اللي جات وحضرنا بها ماتش بني خلاد، وقت شوف الولاد كل البارح خدمنا وكم الفو اليوم عطينا 100% الحمد لله حضروا بها للمزيل، وإن شاء الله تروحوا من ستير نرجعوا تروبا ونرجعوا المورال نتاعنا والحمد لله. مرحبا بك في اس ام تي في، مرحبا بكم في المرسى. مرحبا بكم، والمرسى مش غريب علينا، وهيئه المرسى معنا وخيان وحباب. صحيح هي مقابله تحذيريه خاصه لبني خلاد بويسك، احنا عندنا معنا بوكو دو ريكروتمون في البيريود هذيا، عندنا 5-6 جوارات. هي شنو الماتشات اميكال انا حكينا الاهداف نتاعهم لا نتائج ولا ربح لا حتى شيء، هو خلق ان فون دو جو بالنسبه للديزيكيب، ويظهر اليوم معناها لاحظنا برشا ايجابيات كيما برشا سلبيات يلزم لي زونترينير يخدموا عليهم. الانتدابات مازال لاهي بها المدير الرئيس الجمعيه هو والمدرب، فهمتني؟ ونعش اليوم فما ملاعب جاي من برا من الافريق باش يجي معناها باش يزيد يشوفوا المدرب باش يجي اليوم يشوفوه في معناها من 3 أيام 4 أيام القدام اللي كان يلعب. لا هذا جاي من برا مش اللي كان هذا، بزيدوا يشوفوه زاد هاري تفاهم خاطر في موقع يمشي شجع. اي جمهور تاع تنس يجي وقت اللي انت حاجتك بالجمهور ما تلقاش الجمهور وقت اللي ما تشوفهاش، معناتها الفونكسيون تاع الكوميتي لا بالعكس الكوميتي موفره كل شيء. ديجا فما دو جروب ولا تروا جروب اللي في بالي بهم، ديجا اتصلت بهم انا واحد من الناس حكيت معاهم يجاو يا ناس يجاو شجعوا جمعيتكم، ما كومش بشجعوا حتى بشر، شجعوا المستقبل الرياضي بالمرسى. احنا هاو نمشيو البارتيات فهمني اون ديبلاسمون، الجمهور يدز مع الجمعيه ما يتسبوش جوارتهم. اخر ماتش كونتر قفصه، قفصه الجمهور جاب الترح، اربيتراج صياح وعياط والدنيا مقلوبه. احنا ماناش نشجعوا باش نجيو نسبوا الاربيتراج ولا التحكيم ولا لا، نلعبوا كوره ناخذوا حقنا، نحبوا ناخذوا حقنا ونربحوا بحول الله. قلت لك انا الطرح الاخراني معناتها نقول لك انا 99% الجمهور ربح جمعيته اللي هي قوافل الرياضيه بقفص، دونك احنا مانيش لاقينه جمهور.